الكرات وهنا انطلاقة تاسع أشواط هذا الصباح. شوط الجذاع البكار المحليات الأصايل السيارة بالانتظار مقدمة الشوط والصدارة. أتابع رسيل على أول الأسماء هزاع بن ناصر بن سرور الخيالي على المقدمة بينما ثاني التحديات. أتابع انطلاقة ووصول قوقعة هنا في هذه اللحظات أو هنا الوصول من سجة محمد بن جابر بن عبد الله بن محمد الحربي. أتابع في هذه اللحظات راب ثالث التحديات وصول وانطلاق غزيل علي بن محمد المري يقدم لنا الغزيل. ورابعا أتابع انطلاقة في هذه اللحظات سلهودة حمد بن جوعان بن حمد الشامسي. أتابع المركز الخامس أتابع الانطلاق الجميل والتسلل الكبير. وصلت هملولة وانطلقت هملولة علي بن محمد بن علي بن حلوة الاكتبي. وأتابع أيضا التسللات في هذه اللحظات. وصل شعار الهاملي ليقدم لنا محبة محمد بن راشد بن محمد الهاملي أحد الأسماء القوية وذات التواجد الكبير. أعود من جديد إلى مقدمة الشوط، أعود إلى صدارة الشوط لأتابع الشاهينية. الشاهينية على المقدمة، الشاهينية على الصدارة. سلطان بن سيف بن محمد السويدي على المقدمة هنا تسلل إلى صدارة الشوط ليعلن التواجد الكبير، ليعلن هذا التميز. بينما ثانيا أتابع سلهودة من الجانب الآخر تجاوزت إلى مقدمة الشوط حمد بن جوعان بن حمد الشامسي. ثالثا أتابع انطلاقة رسيل هزاع بن ناصر بن سرود الخيالي. ورابعا أتابع انطلاقة ووصول سجة سجه مع الهاجوس. يا سلام عليك يا الحربي محمد بن جابر بن عبد الله بن محمد الحربي. تسلل الهاملي انطلق في هذه اللحظات ليقدم لنا محبة محمد بن راشد بن محمد الهاملي. وأتابع هذه التسللات، هذا الانطلاق من الدكتورة علي بن عتيق بن عطشان الهاملي تسلل إلى رابع المراكز. أتابع في هذه اللحظات وأكمل النداء مع سابع المراكز. وصلت الشاهينية سعيد بن حران بن سعيد الجابري. وثامنا أتابع انطلاقة مرمرة سعيد بن هدي بن بطي بن دمثان الشامسي يقدم لنا مرمرة في هذه اللحظات. أتابع الأسماء، أتابع الانطلاق، أتابع الوصول هنا في هذه اللحظات. انطلاقة جبارة سالم بن الدحبة بن صقوح العامري. أتابع وصول ملوح وصل بالحب العامري. وصل مبارك بن محمد بالحب العامري. وهنا أعود من جديد بعدما أنا ذعت المراكز العشرة الأولى انطلق ليتابع الصدارة ليتابع الأمور. أتابع رسيل انطلق الخيالي انطلق بن سرود هزاع بن ناصر بن سرود الخيالي على المقدمة وعلى الصدارة مع رسيل. بينما ثانيا أتابع هذا الانطلاق، أتابع هذا الوصول. انطلق السويدي ليقدم لنا الشاهينية سلطان بن سيف بن محمد السويدي. ثالثا أتابع انطلاقة الدكتورة على المركز الثالث
علي بن عتيق بن عطشان الهاملي، ورابعا وصل الهاملي آخر، وصلوا أبناء الغربية ليقدمون لنا محبة محمد بن راشد الهاملي. من الجانب الآخر أيضا سلهودة وصلت المحليات الأصايل حمد بن جعان بن حمد الشامسي، ووصل شعار المسند أحد الأسماء القوية والكبيرة قوقعة ناصر بن علي بن أحمد المسند. وصلوا أبناء الشحانية، وصلوا هل الخور وتابع مرمرة، وصل بن مثان الشامسي ليقدم لنا مرمرة. أيضا هنا الوصول، هنا الانطلاق من جبارة سالم بالدحبة بن صقوح العامري. يلا يا هي اسماء، يا هي شعارات كبيرة جدا وقوية لها في عالم الانجازات صولات وجولات، ولكن هل الغربية، هل الغربية والهوى غربي يا الهاملي، محبة محبة محبة. الكيلو متر الاخير، الكيلو متر الكبير، انطلق يا الغوشري، انطلق يا خميس. وصل المسند، وصل المسند، وصل بن صقوح، وصل هنا بن مغارح ليقدم لنا قوقعة، وهنا أيضا وصل بن صقوح. بن صقوح روح، روح يا بن صقوح روح، مع جبارة سالم بالدحبة بن صقوح العامري، وتابع أيضا رسيل بن سرود، وصل بن حران الجابري. ولكن بن صقوح جبارة، محبة بشعار الهاملي. انطلق الغوشري، الله الله يا هو عرض، ما شاء الله تبارك الرحمن، يا ذكر الله عليها. سلام الغربية، سلام سلام يا الهاملي، سلام محمد بن راشد بن محمد الهاملي. مشكور يا خميس يا الغوشري على هذا التضمير، مشكور، تهانينا والناموس والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني وصلت الدكتورة علي بن عتيق بن عطشان الهاملي، وثالثا كان من الوصول من الشاهينية سعيد بن حرام بن سعيد الجابري، رابعا كان الوصول وصلت هنا الشاهينية سلطان بن سيف بن محمد السويدي، وخامسا وصلت هنا رسيل بشعار هزاع بن ناصر بن سرود الخيالي. تهانينا والناموس، السيارة والناموس والزعفران إلى الغربية هنا بشعار الهاملي محمد بن راشد بن محمد الهاملي، ومع محبة 9:17 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان هنا الوصول ولحظات التوقيت زمن 9:18 ثلاثة أجزاء من الثانية، كان الوصول مع الدكتورة علي بن عتيق بن عطشان الهاملي. وهنا ثالث التحديات كان 9:19 أربعة أجزاء من الثانية، مع ثالث التحديات كان الوصول من الشاهينية سعيد بن حرام بن سعيد الجابري. تهانينا والناموس والف مبروك لجميع الفائزين.